بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة. إذا اليوم إن شاء الله تعالى مع ديداكتيك الرياضيات لدورة فبراير 2024. بالنسبة للسؤال 51، العناصر المتضمنة في العقد الديداكتيكي هي: واش هي المعارف والمهارات المطلوب اكتسابها وأشكال العمل وسبل التقويم، أم استعمال الزمن الحق الواجبات، أم مواقيت الدروس، أم أهداف التعلم طريقة تعلم أنشطة الموازير الحقوق. من هنا لاحظوا هنا عندنا المعارف والمهارات هذا الموجودة المطلوب اكتسابها، إذا ضروري خصنا نصرحوا للمتعلم شنو باغيين، الهدف، ثم فين باغيين نوصلوا، شنو هي المهارات التي نتعلموها والمعارف التي سنتعلمها، ثم أشكال العمل. إذن هذه ضمن العقد الديداكتيكي، كيف سنعمل، واش في مجموعات، واش في بشكل فردي أم كذا. ثم سبل التقويم بمعنى في تقويم هذا العمل، مثلا تقدر تكون يعني تعزيز، تكون تشجيع، تكون مجموعة من الأمور. إذن هذه يعني موجودة في العقد الديداكتيكي. نمشيو نشوفو باستعمال الزمن الحقوق الواجبات الأهداف التعليمية الوسائل التعليمية. إذن بالنسبة للوسائل التعليمية ليست من العقد الديداكتيكي، الأهداف التعلمية ممكن، حقوق الواجبات لاستعمال الزمن، ما علاقة استعمال الزمن بإذن لا، مواقيت الدروس وقواعد السلوك والعقوبات في حالة عدم الامتثال إلى غير ذلك، إذن هذه ليست من العقد الديداكتيكي. أهداف التعلم نعم، طرائق التعليمية، إذن الأنشطة الموازية لا علاقة لها بالعقد الديداكتيكي والحقوق والواجبات. إذن بالنسبة لهنا الجواب الصحيح غادي يكون هو أ، في اعتقادي هو أ. بالنسبة للسؤال 52، وظيفة الوضعية المشكلة الديداكتيكية في الرياضيات هي، إذن الوضعية المشكلة ما كتعنيش فقط التقويم، إذن ممكن أن تكون في البداية في بناء، في يعني في بداية الدرس في الحصة الأولى يعني بناء المفهوم، ممكن أن تكون في يعني في التمارين في البناء أو الأنشطة الرياضية، ثم يمكن أن تكون في التقويم، وبالتالي فهي الوضعية المشكلة لا تتعلق بالتقويم فقط. لاحظنا هنا أداة لتقويم التعلمات، إذن هي لا تتعلق بالتقويم فقط، ممكن تكون للتقويم، ممكن تكون للبناء، ممكن أداة تقويمية داعمة، لا أداة تعليمية فقط. إذن لاحظنا هنا هي أداة تعليمية تعلمية، بمعنى الوضعية المشكلة كيكون فيها طرفان، كيكون فيها تعليمية بمعنى المدرس وتعلمية التلميذ. إذن هنا كاين كما أشرنا سابقا هنا في العقد الديداكتيكي يكون عقد بين المدرس والمتعلم في حل واحد الوضعية، إذن على سبل مثلا سبل التقويم، أشكال العمل إلى غير ذلك، وبالتالي فالجواب الصحيح هنا هو أ. بالنسبة للسؤال 53، تهدف الأنشطة الترياضية إلى، إذن بالنسبة للأنشطة الترياضية شنو، ماذا نقصد بالأنشطة الترياضية؟ واش هي تعزيز وتقوية ودعم اكتساب المتعلم المفهوم الرياضيات أو التقنية الرياضياتية، أم بناء المفهوم الرياضياتي، أم فحص ومراقبة مدى التمكن أو استثمار؟ هنا غادي نمشي نقلب على شنو هي أنشطة الترياض. لينا لاحظنا في التوجيهات البيداغوجية، إن هذا الورقة خديتها من يعني دليل الأستاذ في الرياضيات المستوى الخامس، إذا تقدر تكون في أي دليل موجود هاد التوجيهات البيداغوجية والديداكتيكية. لاحظنا هنا عندنا الإطار من جهة، عندنا أنشطة البناء، بناء المفهوم، ثم أنشطة الترييض. شنو هي أنشطة الترييض؟ إذن يعود الدور الرئيسي فيها للمتعلم، إذ تعتبر وضعيات هذه المرحلة مناسبة لاستثمار وتوظيف الأدوات المفهومية التي اكتسبها المتعلم في المرحلة السابقة اللي هي أنشطة البناء، بناء المفهوم. داك الشيء اللي تعلمه في الحصة الأولى خصو يطبقوه في أنشطة الترييض. كما يمكن أن يكون للأنشطة الترياضية امتدادات واستخدامات عملية تتجلى في استثمارها في الحياة اليومية وفي الأنشطة المندمجة. وبالتالي هنا إذن شنو هي الأنشطة الترياضية؟ لاحظنا هنايا ضروري من استعمال المتعلم للمكتسبات السابقة، لابد من
الأدوات المفهومية التي اكتسبها المتعلم في المرحلة السابقة، بمعنى أنشطة التريض تأتي بعد أنشطة البناء، يعني كيكون بناء المفهوم في الحصة الأولى، ثم تأتي أنشطة التريض والتمارين يعني في الحصص الموالية. وبالتالي فهنا لابد من يعني المتعلم يستحضر مكتسباته ويعني ما تعلمه في الحصة السابقة. إذن هذه هي الأنشطة الرياضية. نلاحظ هنا تعزيز وتقوية ودعم اكتساب المتعلم المفهوم الرياضياتي أو التقنية الرياضياتية. لا، بناء المفهوم الرياضياتي أو إذن هذا البناء المفهوم كيكون في الحصة الأولى، ماشي بناء في الأنشطة الرياضية. إذن هنا لاحظوا هنا استثمار وتوظيف المفاهيم التي اكتسبها المتعلم في المرحلة السابقة، يعني المرحلة اللي كتسبق لمرحلة التريض اللي هي مرحلة البناء. الجواب الصحيح هنا هو دي. السؤال 54، إذن عندنا التعاقد الدكتيكي هو مجموع العلاقات التي، إذن هذا السؤال إذا تطرح في الامتحان السابق نتاع 2023. إذن تحدد بصفة صالحة في بعض الحالات ما ينبغي تحقيق المستوى الدراسي إلى غير ذلك. إذا لاحظنا هنايا كنا جاوبنا عليها في الامتحان السابق. إذا تحدد السلوكات الصادرة من الأستاذ والمنتظرة من طرف المتعلم، والسلوكات الصادرة من المتعلم والمنتظرة من طرف الأستاذ. إذا هذا هو تعريف بروسو للتعاقد الديداكتيكي. إذا الجواب الصحيح هنا هو دي. نمر للوضعية الأولى. يقدم المفهوم في مادة الرياضيات وفق تدرج وفق مراحل النمو المعرفي، هذا طبيعي. إذا دائما المفهوم في الرياضيات يقدم وفق تدرج المستويات بطبيعة الحال، ثم حسب نمو أو مراحل النمو المعرفي للمتعلم، ويتطور من مستوى دراسي معين إلى مستوى دراسي على. إذا هذه من مبادئ يعني تدريس الرياضيات، من بينها يعني الانتقال من المجرد إلى من المحسوس إلى المجرد، ثم تدرج في يعني إعطاء المعلومات إلى غير ذلك. ثم يتطرق منهج الرياضيات في السلك الابتدائي لمفهوم قياس الزمن من خلال، إذن هنا نتحدث عن قياس الزمن في المستوى الابتدائي. مثلا في التحضير شنو كيقرأ الجاوج، شنو هو التدرج في بناء هذا المفهوم نتاع الزمن بدءا من المستوى الاول الى المستوى الاعلى. لاحظنا هنايا عطاونا 1 2 3 4 5 6 ديال الاهداف الى بغينا نقولوها او المراحل. اذا شنو هي المراحل اللي صحيحه في هذا الامر هذا. لاحظنا هنايا باش نكونوا عمليين غادي نمشي مباشره للمنهج. هنا نفتح واحد القوس بالنسبة اللي كيسولوا بزاف على هذا المنهج هذا. إذا مستجدات المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي، إذا هذه هي الوثيقة الأساسية بالنسبة للتعليم الابتدائي. إذا كانت خرجت في يوليوز 2021، وبالتالي فموجودة في الانترنت وراها أيضا على الصفحة. إذا اللي بغاها فقط يكتب مستجدات المنهج الدراسي للتعليم الابتدائي على شكل PDF غادي يخرج له يتليشارجيه. لان كتوصلني اسئله بزاف على هذه الوثيقه هذه، راه راها موجوده في الصفحه وموجوده ايضا في الانترنت. فقط كتب هذا العنوان هذا راه غتخرج لك وتيليشارجيها. هنا غادي نمشي للمستوى الاول في الرياضيات ونشوفوا شنو عندنا. اذا المستوى الاول هو المستوى الاول، اذا توزيع السنوي لبرنامج السنه الاولى. لاحظنا الزمن كيكون إذن في مجال القياس، ها هو القياس هنا. أول درس في الزمن هو هذا، هو الزمن. إذن عندنا تعرف ليوم الأسبوع الشهر السنة، ثم الدرس اللي كيجي موراه هو هذا، قراءة الساعة دون دقائق. قراءة الساعة دون دقائق ما معنى هذا؟ يعني قراءة الساعة التامة، قراءة الساعة التامة. إذن هذا هو رقم واحد، هو أربعة. إذن لاحظنا هنايا هنا عندي ثلاثة، أنا واحد هنا جوج، وبالتالي مباشرة غادي يكون الجواب الصح هو السي. إلا مشينا كملنا غادي نمشي نشوف المستوى الثاني شنو كيقراو. المستوى الثاني عندنا هنايا ها هو الزمن، قراءة الساعة العقربية والرقمية بالدقائق. معنى الساعة العقربية بمعنى لاحظوا هنا ربع ساعة، نصف ساعة، ثم 45 دقيقة. لاحظنا هنايا
عندنا قراءة الساعة ربع نصف الساعة، ربع نصف الساعة، إذا هنا زايدين 45 دقيقة ما داروهاش هنا، وبالتالي غادي يجي موراها رقم واحد. ها هو هو هذا، نلاحظوا هنا هي رقم واحد موراها. ثم إلى مشينا غادي نلقاو أيضا تجي موراها رقم ثلاثة، اللي هي قراءة الساعة بالدقائق فقط بدون ثواني، هي هي ثلاثة. ثم غادي تجي موراها اثنان، قراءة الساعة بالدقائق والثواني، إذن هي رقم اثنان. ثم ستة، التحويل إلى الساعات والدقائق والثواني. ثم أخيرا خامسا، هي استعمال أعداد الستينية في حل المسائل. إذن هذه يعني آخر مرحلة هي هذه، وبالتالي الجواب الصحيح هنا هو سي.